بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آية نمبر 5 الحمد لله نها we have today آية نمبر 5 we need to check also for آية نمبر 4 did you memorize it or rise it or no huh? let's begin I am not begin this day huh? I want to hear it yes perfect وينذر الذين perfect وينذر الذين قالوا excellent قالوا اتخذ الله ولدا perfect. perfect we take a number إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به ما لهم به ما لهم به ما لهم به من علم ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم وَلَا لِآبَائِهِمْ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمه كبرت كلمه كبرت كلمه تخرج من تخرج من تخرج من كبرت كلمة تخرج من كبرت كلمة تخرج من كبرت كلمة تخرج من أفواههم أف أفواههم أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرة تخرج من أفواههم ما لهم به من علم على لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إن يقولون إن يقولون كذبا إلا كذبا إلا كذبا إن يقولون يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ربي وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم